معلومات وردت لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة بوجود مخزن بالمرج يقوم صاحبه بتجميع زيوت الطعام مجهولة المصدر. اتهمت المصنع عثر على 90 طن زيوت طعام مجهولة المصدر. الكمية كانت موجودة داخل تنكات مخفية في مكان عبارة عن مبنى من الطوب، وفي فتحة صغيرة بيدخل منها العمال بيقوموا بتعبئة الكميات الزيت داخل جراكن وإعادة بيعها في السوق السوداء.